You already know. We roll. ولا كنتي اول مره غتدخل عندي ما تنساش تورك على ابوني دير لايك ودير كومونتير على الفيديو. السلام عليكم كاملين، مرحبا بكم في موضوع جديد. اليوم ان شاء الله غنهضروا على كارت سيم فيرتوييل. الوغ هاد الكارت سيم فيرتوييل شنو هي؟ الوغ كما كنعرفوا منين بدات القصه ديال التليفون الموبيل لي بورتابل، بدات مع القصه ديال لا كارت سيم اللي هي لا كارت اللي كنديروها باش كنستقبلوا المكالمات، باش تكون عندك نمره، باش يمكن تكون عندك واحد الفورفي مع شي اوبيراتور معين، يعني مع واحد الشركه بحال في المغرب اتصالات انوي اورانج شحال هادي كانت ميديتال. ما علينا، هذا الموضوع كامل قرب يسالي. علاش؟ حقاش بداو العلماء تخدموا على واحد البروتوتيب جديد اللي هو ديجا خرج للمارشي. انا غنقول لكم الموديلات اللي ولاو خدامين به. يعني لا كارت سيم ما غاديش تبقى واحد لا كارت اللي هي ديال البلاستيك كما كنعرفوا اللي غادي تخشيها في التليفون ديالك واش بدا خدام بها. لا كارت سيم غادي تولي واحد لا كارت اللي هي فيرتوييل، يعني رقميه. غادي يولي واحد الكيو ار كود، يعني غادي يولي واحد الكود على هذا الشكل هذا كما غادي تشوفوا هنايا. غادي تولي تسكاني التليفون ديالك كتولي عندك لا كارت. دابا غادي نهضر على شنو هما الايجابيات ديال هاد القضيه هادي وشنو هما السلبيات ديالها. الايجابيات ديالها انها واحد لا كارت اللي غتكون ديجا مانستاليه في التليفون، يعني غتكون عندك واحد ليسباس في التليفون ديالك بحال اللي كاين ليسباس مثلا الميموار ديال ستوكاج فين كتحط الصور ديالك ولي فايل ديالك فيديوهات. كاينه لا رام فين كتحطو المعلومات اللي كتستريطا بسرعه في التليفون ديالك. وغتولي واحد الميموار ثالثه اللي هي مخصصه فقط للمعلومات ديال لا كارت سيم ديالك، يعني الشريحه ديالك. هاد ليسباس هذا غادي يقدر يتقبل بزاف ديال المعلومات، يعني يمكن يكون عندك 4 نمرات 5 نمرات 6 نمرات في نفس الوقت. وغادي يولي الباساج من اوبيراتور لواحد اخر، يعني باش تدوز من شركه لشركه اخرى غيولي بواحد السرعه خياليه. يعني غير خاصك تسكاني الكود ديالك لي روشارج، كتخلص الروشارج ديالك كيخرج لك داك الكود على شكل مربع اللي هو بحال هكا دائما بحال هكا. وغادي يتحيد هذوك لي فري ديال لاكتيفاسيون، يعني شنو هما، يعني دوك المصاريف، مصاريف التشغيل، مصاريف ديال اي حاجه عندها علاقه مع 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 السوبور فيزيك غادي تحيد. غادي تولي تقدر تستعمل لاكارت ديالك بهذه الطريقه. هادو هما الايجابيات ديال هاد لاكارت هادي، السرعه في استقبال، يعني لالين ديالك في استقبال الخط ديالك من يلاه كتشري التليفون ديالك. القدره انك تكون عندك عده ارقام في نفس الوقت، يعني هذه حتى هي كاينه ولكن ماكسيموم جوج. كيمكن لك كيقول لك دويل سيم، يعني يمكن لك تستعمل جوج كارتات فقط. فهاد لوبسيون هذه غادي يولي عندك واحد لي زوبسيون خياليين، يعني 10 11 نمره. المشكل اللي كاين هو دابا كاينين بعض الشركات اللي مازال ما بغاوش يتقبلوا هاد الشونجمون هذا وما عجبهمش. علاش؟ حقاش كيعرضهم للخطر. يعني انت ملي غيولي عندك السرعه انك تحول من اوبيراتور لواحد اخر، وغادي يولي عندك يعني تحول من شركه لشركه اخرى، وغادي يولي عندك الحق انك تاكتيفي وديزاكتيفي لا لين ديالك بواحد السرعه خياليه، ولي عندك الحق في دير، يعني يكون عندك 4 لي كارت، يعني فيما يكون شي بروموسيون مزيانه تشارجيها في ديك الساعه وداكشي بسرعه. هادشي غادي يدير الضغط على شركه اتصالات، وغادي خصهم ينقصوا بزاف الثمن حقاش غتولي واحد لا كونكورونس، يعني غيولي واحد المارشي محلول. غادي يوليو بيناتهم كيحاولوا، وغالبا انا كنقول غالبا ان غادي يوليو شركات اللي غادي يخرجوا من جنب، يعني غادي يخرجوا غير بحال هكاك في السيستم الرقمي، وغادي ياخذوا بلاصتهم في السوق عما قريب. دابا غنهضروا على التليفونات اللي ديجا فيهم هاد التكنولوجيا هادي، اللي ديجا كاينين خارجين دابا وفيهم هاد التكنولوجيا هادي. عندك
اول وحدتين سبقوا للدومين هما ابل وجوجل. ابل بالنسبه للايفون اكس ار، ايفون اكس اس، الابل واتش الاخرى، عندك سامسونج، عندك سامسونج واتش، عندك بالنسبه للهواتف النقاله ديال جوجل عندك جوجل بيكسل 2 و3 وجوجل بيكسل 2 و3 اكس ال. هادو هما الهواتف اللي خداو هاد التكنولوجيا وديجا كيخدموا بها. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من هذه المعلومه هذه، وان شاء الله غادي نشوفوا هذا التطور عما قريب في الاسواق ديال الاتصالات، وغادي نشوفوا واش هاد الشونجمون غادي يكون مزيان ولا ماشي مزيان. المهم غادي نتوحشوا هاد لاكارت هادي اللي دوزنا معها بزاف ديال الوقت. حقا جيب لي لاكارت سيم واش نانو واش هادي، حتى هاد المشكل هذا ما غاديش يبقى معاها، يعني غتولي لاكارت سيم ديجا مانستالي عندك في الهاتف ديالك، ديجا بري انستالي، خاصك غير تسكاني داك الكود وها انت مكونيكتي وعندك الفورفي ديالك مع جميع لي زوبيراتور. المهم اللي مازال ما تابوناش معايا تابونا، كاينين فيديوهات بزاف مواضيع متعدده، وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو، كنحماق عليكم بزاف. تشاو.